مع بداية شهر شعبان من كل عام تبدأ معه زيارة أبناء حضرموت والعديد من أبناء البلاد ودول شرق آسيا وأفريقيا قبر النبي هود والواقع بالقرب من بئر برهوت الشهيرة، وهو تقليد ديني وشعبي يعود إلى مئات السنين بل آلاف السنين قبل الإسلام حسب المراجع الموجودة، حيث يستعد أرباب الإبل المشاركة في الزيارة قبل أيام بتزيين جمالهم عبر النقوشات المتنوعة على جسم الراحلة باستخدام الحناء، فتتنوع العبارات والرسومات وسط حضور من قبل مختلف شرائح المجتمع. عندنا زيارة نبي الله هود زيارة سنوية نلقاها في السابع من شعبان ونرجع الرابع عشر من شعبان. نصبر في أول يوم هذا يسمى الفصل، يعني يبون ركابهم للحناء. وإن شاء الله بكرة مسراح، يبدأ مسراح من هنا من تريم. هزيج وقصائد شعرية يتغنى بها أرباب الإبل. تقطع قافلة الإبل مسافة 140 كيلومتر مشيا إلى وادي قبر هود وترديد الأبيات الشعرية المتعارف عليها منذ القدم، ويسعى القائمون على الزيارة بتنظيم سباق للجمال قبل الدخول إلى الشعب بمنطقة عينات وقسم والخون، ولأهل التريم في هذا السباق النصيب الأكبر، ويتكرر السباق بضع مرات قبل الوصول إلى الشعب. تعتبر أيام الزيارة أيام عطلة عن العمل بالنسبة للمزارعين والعمال، فيحرص عدد كبير منهم لحضورها ومتابعة فقرات الزيارة منذ البداية حتى النهاية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.